حول الموضوع انضم لنا عبر الهاتف من دبي الدكتور زهير خشيم استشاري الطب النفسي. دكتور اهلا بك معنا. التقرير تحدث بالتفصيل عن تأثير الارتباط بالجهاز اللوحي او الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة والاضطرابات التي يشعر بها الانسان سواء اضطرابات نفسية او اضطرابات في النوم، كيف تشرح لنا ذلك؟ اهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة. زي ما انت عارفة الآن احنا فهمنا وكبرنا وتعرفنا انه يس نعم وجود الهواتف او الجوالات حوالينا فيها ذبذبة هنا وبتشعرنا بذبذبة وتعطينا بذبذبة، لكن ليش نحن ما زلنا متمسكين رغم احنا عارفين المشكلة؟ احنا مش شايفين الذبذبة هذه رغم كده وفاهمين الموضوع انه هناك ذبذبة بس مش شايفينها، طب ليش بنخلي الجوال جنبنا وبننام؟ هذا سؤال جميل. هنا 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 المشكله موقفها، لانه السبب طيب في كيف ذلك كيف تؤثر هذه الذبذبات التي لا نراها والتي لا نعلم مدى خطورتها في نفسيه او في النوم؟ في نفسيتنا او في النوم هي بتؤثر. هي بتؤثر، يعني لو جبنا جهاز كشف الذبذبات هذه حتشوفي انه احنا محتاطين بذبذبات حوالينا اللي هي بما يسمى زي ما تقولي بالكهرباء حوالينا، والكهرباء هذه مع كثرتها مضره، زي جهاز الأشعة مثلا في المستشفى كثرته مضر، جهاز الأمن في المطارات كثرته مضر، فما بالك لما يكون احنا بجانبنا ليليا المحمول ونايمين جنبه؟ لا، لأنه هنا بيعطينا ايش؟ بيعطينا الأمان. انتبه للنقطة هذه، رغم احنا علمنا ومعرفتنا لكن ما زلنا بنحط الموبايل بجانبنا لأنه بيعطينا الأمان، مين حيكلمني؟ مين حيتصل بي؟ طيب دكتور كيف يؤثر؟ يعني لماذا من يرتبط إذن بالهاتف اللوحي أو بالهاتف الذكي لا يشعر بالنوم، يشعر بالأرق، يحصل له اضطراب في النوم؟ زي ما تفضلتي يعني في التقرير تبعك، كان في التقرير اللي سمعناه قبل شوي بيقول لك انه هو قبل النوم رسل رساله فبيستنى الجواب، فقاعد يفكر في النوم هو قبل ما ينام، هو الجواب ايش حيكون؟ حيوافق ما حيوافق؟ حيرد علي ما حيرد علي؟ هذه كلها اسئله محيره بتخلي العقل يشتغل، ما بيهدى ما بينام. يعني فقط التفكير في ذلك ليس موضوع يعني ربما إضاءة أو إشاعات الهاتف أو ما إلى ذلك. سنتحدث عن الموضوع بشكل مفصل في حلقة غد من برنامج ليلة، ولكن قبل ذلك أشكرك جزيلا دكتور زهير خشيم الاستشاري الطب النفسي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. مشاهدينا